عزيزي المشاهد، نود أن ننوه إلى أن الهدف من هذا الفيديو هو نشر معلومات علمية لإزالة أي فهم خاطئ أو تصورات خاطئة عند الكثير من الأشخاص، ولا يهدف الفيديو إلى أي شيء آخر، وسنكون حريصين على انتقاء ألفاظ معينة حتى لا تثير أي غرائز لدى أحد. تمنياتنا بمشاهدة ممتعة. هناك العديد من المعلومات التي من المهم معرفتها حول العضو الذكري، ومن بينها الحجم الطبيعي للقضيب. ما هو الحجم الطبيعي للقضيب؟ بما أن هذا السؤال مهم لكلا الجنسين رجالا ونساء، قامت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية بمحاولة الإجابة عنه. ففي دراسة نشرت في مجلة علمية والتي استهدفت 80 رجلا بحالة صحية جيدة، وجدت ما يلي: معدل الحجم الطبيعي للقضيب في حالة الراحة هو 8.8 سنتيمتر، ومعدل الحجم الطبيعي في حالة الانتصاب يصل إلى 12.9 سنتيمتر. ولاحظ الباحثون في الدراسة أن حجم القضيب خلال فترة الراحة لا يعطي مؤشرا لحجم القضيب عند الانتصاب. كما أكدت هذه الدراسة عدم وجود علاقة كبيرة بين عمر الرجل وحجم القضيب الخاص به، حيث أن الحجم قد يصغر بحوالي سنتيمتر فقط. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدراسات العلمية قامت بالبحث حول الحجم الطبيعي، وأن النتائج تراوحت واقتربت من النتائج السابقة، وكان الاختلاف بين الأعراق المختلفة. هل القضيب عبارة عن عضلة؟ لا، فالقضيب ليس عبارة عن عضلة، بل هو مجموعة من الأنسجة الإسفنجية التي تمتلئ بالدم في حال الانتصاب. بما أن القضيب لا يعد عضلة، إلا أن هناك عضلات قريبة منه والتي تجعل حركته ممكنة سواء عند الانتصاب أو التبول. هل تساعد التمارين في تكبير القضيب؟ كثير من الرجال يدور في ذهنهم هذا السؤال: هل تساعد التمارين الرياضية في تكبير حجم القضيب؟ تمارين كيجل على سبيل المثال تعمل على زيادة تدفق الدورة الدموية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق انتصاب كلي، لتشعر أن حجمه أصبح أكبر، لكن الحقيقة هي بعدم تحقيق انتصاب كلي في كثير من الأحيان. هل من الممكن كسر القضيب؟ جدير بالذكر أن العضو الذكري لا يحتوي على أي عظام، ولكن هل من الممكن كسره؟ الإجابة هي نعم بالتأكيد، فالقيام بحركة خاطئة وسريعة ينتج عنها انحناء للعضو خلال أي حركة غير مدروسة قد تسبب كسر القضيب. يترافق كسر القضيب مع بعض الأعراض المختلفة الأخرى، أهمها صوت طقطقة، ألم حاد وشديد، فقدان الانتصاب المفاجئ، ظهور كدمات أو نزيف، وانحناء القضيب. هل هناك أنواع من الانتصاب؟ هناك عدة أنواع من الانتصاب، مثل الانتصاب الصباحي أو العشوائي وغيرهم، وتكون حدة الانتصاب مختلفة في كل نوع. كما من الضروري أن تعرف أن هناك عدة عوامل من شأنها أن تؤثر على فترة وطول الانتصاب، ومن بينها مزاجك وتناولك للكحوليات وتناول بعض أنواع الأدوية والعلاقة مع الطرف الآخر ووقت الزواج وساعات النوم في هذا اليوم.